سلطت صحيفة أحوال التركية في مقال لها الضوء على استعداد رجال الأعمال والمستثمرون الأتراك المقربون من الرئيس التركي رجب أردوغان لدخول السوق الليبية تحت عباءة حكومة سقيرات. أحوال التركية أشارت إلى سعي الدائرة المقربة من أردوغان للاستحواذ على المشاريع والاستثمارات في ليبيا، وتشمل الأطماع التركية مجالات التنقيب عن النفط والإنشاء والمعاملات المصرفية وقطاع الطاقة وقطاع صناعة المواد الغذائية. ويزور المقربون من أردوغان طرابلس تحت مسمى ممثلي الشركات التركية للتغطية على انتمائهم لحزب أردوغان الإخواني. وبحسب الموقع التركي يسعى أردوغان للاستحواذ على 16 مليار دولار سيدفعها السراج. مسؤول تركي قال أن البنوك الحكومية التركية ستعمل على إنشاء نظام مصرفي وهيئة تنظيمية لذلك القطاع في ليبيا، فيما يعتبر تدخلا سافرا في بنية ليبيا المصرفية، وكل ذلك بتسهيل من الصديق الكبير محافظ مركز طرابلس. ونوه المقال أن شركة كاردينيز التركية للطاقة ستبيع لحكومة السراج 1000 ميجاوات من الكهرباء عبر محطات عائمة، لتكون أولى خطوات إهدار المال الليبي على أيدي السراج وزمرة الإخوان. السراج يرمي بأموال ليبيا إلى السلة التركية، ووزراء السراج يتعاقدون مع الشركات التركية دون إجراء مناقصات أو عروض مفاضلة أو إخضاع للمقاييس والمعايير المتعارف عليها دوليا. عطية العبيدي، ليبيا الحدث.